أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من نهاية الفصل الأول. الدرس الأول تحدث عن فعل المضارع المعتل أخي. يا الله يا الله، كل دراسة الفعل الماضي مضارع وأمر وآخر شيء بالتوجيه بالنهاية ما نقدر نميز الفعل الماضي من المضارع من أمر. تعال أقول لك كيف تميز. هسا الفعل المضارع تعرفه من كلمة سوف، أي فعل بالدنيا تزبط عليه سوف تركب زي الليجو على بعض، هذا فعل مضارع. معتل الآخر آخرته حرف علة ألف أو واو أو ياء. شوفوا في عنا ثلاث حالات: في حالة الرفع، في حالة النصب قبله حرف نصب، في حالة الجزم قبله حرف جزم، أما في حالة الرفع لا في حرف نصب ولا جزم. يجي يقولك اعرب لي الفعل المضارع، يلا سوف العلم، سوف يبني، هاي الفعل المضارع. هو أنت قلت لي في حالة الرفع ضمة مقدرة عليهم كلهم، معناته أنا أقول له هون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. استنى شوي، شو الحرف الأخير؟ ياء. إذن المقدرة لشو؟ الثقل على الواو والياء، إذن للثقل، تمام. وعلى الألف للتعذر، بدي أحفظ عن غيب، إذن في حالة الرفع ضمة مقدرة على الكل، يمنع من ظهورها ثقل اللسان على الواو والياء وتعذر النطق على الألف. هون كمان كلمة يد نو نفس الإعراب، لأنه الواو والياء الضمة مقدرة للثقل هون، أما هون سوف يبقى، هون راح نعرب نفس الإعراب، فهو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة للتعذر، الألف تعذر، الألف تعذر، الألف شو؟ تعذر، فالألف دائما تعذر. طيب في حالة النصب راح يكون قدامي حرف نصب قبل الفعل المضارع، هاي حرف نصب وهي حرف نصب. حلو، القاعدة تقول لي هون في دمار، هون يوجد دمار، دمار في هاي الجملة. ليه؟ لأنه في شيء اسمه ظاهرة، فالظاهرة هي اللي راح تكون عندي دمار. إذا راح يكون في عندي فتحة ظاهرة على الواو والياء في حالة النصب، ومقدرة على العنيد اللي راسه وناشف على آخر الألف للتعذر. فهون راح أعرب أقول له تعال أنت فعل مضارع، يقول لي كيف عرفت؟ أقول له سوف يدعو سوف أقضي، تمام. أقول له أنت منصوب، يقول لي كيف عرفت؟ أقول له حرف نصب. الآن شو علامة النصب؟ وعلامة نصبه الفتحة، هل هي ظاهرة ولا مقدرة؟ لا، أنا حفظت عن غيب كيف صارت هاي الهاي، تمام؟ ارجع كمان مرة، أيوة تمام، الفتحة لزقن ببعض، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، لا والله الظاهرة، ما أنت قاعد تدرس فينا معناته الظاهرة، مية مية بلاش أخربط فيها، فنقول الظاهرة. طيب، العنيدة هاي شو إعرابها؟ قبلها حرف نصب، إذن هي فعل مضارع منصوب. شو علامة النصب؟ اصبر عليه شوي، علامة النصب دائما باللغة العربية الفتحة، وعلامة نصبه الفتحة. طيب الفتحة راح تكون مقدرة ولا ظاهرة؟ الألف مين زلمة وقد حاله يحط عليه حركة، فالفتحة المقدرة لإيش؟ للتعذر، هي كتبتها بخط كبير وصرت تصرخ، إذا الألف تعذر. حلو؟ تمام تمام. أسهل إشي على الإطلاق الجزم، إذا دخل حرف جزم حرف العلة يخاف منه ويفل من الكلمة، يطش يفكح من الكلمة. لما تفكح الواو تحط ضمة، لما تفكح الياء تحط كسرة، لما تفكح الألف تحط إيش؟ فتحة. إعرابهم كلهم فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، وهي الأسهل حرف العلة. دير بالك ترى هذا يجي بالوزارة، يخلي لك الألف فتشطبها وتحط فتحة، يخلي لك الياء تشطبها تحط ايش؟ كسرة. يخلي لك الواو مثل لم يرجو هيك، لأن بدك تعرف انه مدام في حرف جزم يطير حرف العلة، فتصير الصواب يرجو هيك، تمام؟ تمام. طلابنا حروف النصب ألن كي حتى لام التعليل، وهون لم ولم ولا الناهية ولام الأمر، واسلوب ايش؟ اسلوب الشرط الجازم. اللي خربط بين لام التعليل ولام الأمر يا اخي من الاسم معروفة، لام التعليل جاء ليدرس، هاي تعليل، اما هون لتدرس امر، هون فهم بين، ميز مين اللي ليكون للجزم وميز مين يكون لايش؟ للنصب. اذا في حاله الرفع ضمه مقدره على الكل، يمنع من ظهورها الثقل على الواو والياء والتعذر على الالف. في حاله الجزم طير حرف العله كامل. في حاله النصب دمارك، هون دير بالك فتحه ظاهره على الواو والياء ومقدره على الالف، منع من ظهورها التعذر. يعطيكم العافيه، درس بسيط بس بدك تركز. الله يعطيكم الف عافيه يا رب.